لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس؟ نترك الإجابة على هذا السؤال للبروفيسور الياباني المسلم يورج شينوري. يقول: كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. كان هذا هو موضوع جائزة نوبل لعام 2016 للفيزيولوجي للطبيب والعالم الياباني المسلم يورج شينوري، حيث قال في دراسته: حين يجوع جسد الإنسان يأكل نفسه أو يقوم بعملية تنظيف لنفسه، وذلك بإزالة كل الخلايا السرطانية وخلايا الشيخوخة والزهايمر، ويحافظ على شبابه ويحارب أمراض السكر والضغط والقلب عن طريق تكوين بروتينات خاصة لا تتكون إلا تحت ظروف معينة، وعندما يصنعها الجسم تتجمع بشكل انتقائي حول الخلايا الميتة والسرطانية والمريضة، وتحللها وتعيدها إلى صورة يستفيد منها الجسم، وهذا ما يشبه تدوير المخلفات. وهذه العملية تحتاج إلى ظروف غير تقليدية تجبر الجسم عليها، وتتمثل هذه الظروف في امتناع الإنسان عن الطعام والشراب لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 16 ساعة، بشرط أن يتحرك الإنسان في تلك الفترة ويمارس حياته الطبيعية، وتتكرر هذه العملية لفترة من الزمن لكي يتمكن الجسم الاستفادة من هذه العملية، وحتى لا تعطي فرصة للخلايا السرطانية أو تنشط مجددا أثناء هذا الحرمان الكامل والمتكرر يوميا. لاحظوا نشاط جسيمات بروتينية غريبة اسموها أوتوفاجيزوم، تتكاثر في كل من أنسجة المخ والقلب والجسد، تكون أشبه بمكانس عملاقة تتغذى على أي خلية غير طبيعية تقابلها. ونصحت الدراسة بعمل ما يسمى ستارفاسيون، وهي تعني ممارسة الجوع والعطش يومان أو 3 أسبوعيا من 8 إلى 16 ساعة. فصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من علمك هذا يا نبي الله؟ صدق الذي قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.